مصحصح معايا وبتحل، بتمسك القلم وبتحل جملة جملة. احنا مش سايبين جملة لا في الكتب الخارجية ولا المنصات الإلكترونية، احنا ماسكين كل جملة وبنشرحها كلمة كلمة. ازيكم حبايبي الغاليين، دفعة تالتة ثانوي، الابطال الوحوش اللي على الوعد، مكملين ودايسين. طالع تعملها مستر، طالع ننقنق في سؤال، عايزك تنقنق معايا، نتفرج على السؤال ونشوف بنفكر فيه ازاي. اتفضل حل يلا وهنتناقش. حليت يا غالي، عرفت الفكرة بتاعتها؟ فكرة سهلة يا مستر، conjunctions الروابط حبيبي لازم يكون فيها فكرة. طالما انا قلتلك نقلق في السؤال يعني في فكرة. انهي نوع يا مستر من الروابط؟ الكونتراست. الكونتراست يعني ايه يا مستر؟ يعني التناقض. تعال على جنب كده في الكشكول بتاعك واكتب معايا although يا مستر، though، even though، even if. مالهم دول يا مستر؟ بيجي بعديهم جملة كاملة، يعني بعديهم فاعل وفعل. في ايه تاني يا مستر؟ في despite و in spite of. مالهم دول يا مستر؟ بعديهم noun او verb plus ing. طب ركز معايا، الاتنين معناهم بالرغم من، بالرغم من، عشان وانت بتحل. طب يا مستر امال الفكرة في ايه؟ الفكرة في اللي بعد الconjunctions، ايه اللي بعد الرابط؟ تعال نمسكهم واحدة واحدة. reading is interesting، انا متأكد ان في ناس قاعدة قدامي اختارت despite، افتكرت reading verb plus ing. ابدا، ده هنا subject. عرفت منين يا مستر ان هو subject؟ اهو يا فندم في verb اهو، يعني كده فاعل وفعل يا مستر. ايوه يا فندم اهو. reading is interesting، القراءة شيقة. I don't like it، أنا مش بحبها. يبقى في تناقض، يبقى هتبقى يا مستر كده مش هتبقى despite ولا هتبقى in spite of. أمال since دي تبع الconjunctions، because و as و since، بيجي بعديهم ال cause السبب أو ال reason، يبقى مش تبعنا. أنا عايز تناقض يا مستر، يبقى ما عنديش غير although. حليتها صح؟ قوم كافئ نفسك، أنا حليتها غلط يا مستر، يبقى لازم تجيب اللي بعدها صح. تعال يا غالي، reading the whole book، قراية الكتاب بالكامل. مفيش فاعل وفعل يا مستر. I didn't understand its goal، مش فاهم الهدف بتاعه، بالرغم إن أنا قريت الكتاب بالكامل، مش فاهم الهدف بتاعه. يلا يا رجالة، دي مش جملة كاملة. يا مستر مش هتنفع سينس دي بتاعت الكوز. عندي ديسبايت، استحالة يحط لك ان سبايت اوف، لان هيبقوا الاتنين صح. طب كده يا مستر هنشطب ان سبايت ناقص اوف، يبقى ما عنديش غير ديسبايت. من فضلك قيم نفسك، جبت كام من اتنين؟ الفكرة بتاعتها سهلة، راجع الكونجنكشنز. أول حصة عندك في السكيلز خدنا كل الروابط، من فضلك مش عايزك تعدي فكرة، احنا دايسين وعلى الوعد مكملين، هنعمل كل اللي نقدر عليه عشان نوصلك للحل. دوس معانا واتعب وإن شاء الله ربنا يكرمنا. أشوف وشكم بألف خير.